هلو هلو جايز، نتمنى تكونوا كلكم في صحة جيدة، ليلة سعيدة. بوغوس بوغوس صافا ترونكي، كلشي مزيان، كلشي غادي يكون مزيان إن شاء الله. عيد مبارك سعيد جميع الأمة الإسلامية الخوت، الله يدخلوا لكم بالصحة والسلامة الخوت وبطولة العمر ويدوز زوين إن شاء الله. هذا الفيديو غيتحط في العيد جبونس. وي بتخلي لايك سبسكرايب والجرس وبارطاجي مع صحابك باش ندفعوا السفينه اللي حنا غاديين بها. نشوفوا فين خليناها ياك. خليناها في هذه اللقطه بالضبط. دخلنا لواحد الجريده كبيره والاساسه غير غاديين جايين وكتار، بقينا غاديين مع واحد البيسين حتى كنشوف واحد مول موسطاش كبير مجبد، وحده كتحك ليه تفرج ليه والاخرى كتحك ليه يديه وهو يقول لي داك الصلاه اللي كنا تابعين. ها هو الشاف هنا فين خليناها. يلا دير الكيت مياك تكون بوحدك تفطو ويلا ليتس جو. داك الصلاع ها هو الشاف، هز داك خونا نضاضر وشاف فينا وهو يحرك راسو لدوك البنات وحرك تاني راسو لداك الصلاع وهم يمشيو كاملين. غير متحرك راس خونا حاكم وهو يوقف وقال لعبد القادر السيد اللي جابني اهلين اهلين بالكولونيل ديالنا، وهو يحط ليه يديه على راسو وقال ليه هذا اللي معاك هو الزين اللي قلتي ليا ياك. قال لي عبد القادر ايه وراه ضريف وكيسمع الهضره. تمشينا من موراها الخوت ودخلنا لواحد الصالون تبارك الله تبني فيه دار غير بوحدو. هو يدوي داك الشاف وقال لعبد القادر عبد القادر البركه في راسك الله يرحم المرحومه. قال لي عبد القادر هو حاد راسو ما مشى معاك باس الشاف. قال لي الشاف شوف ما يبقاش فيك الحال راه والله حتى نجبد هاد مول الفعله، ما يكون غير داك الحاج هو اللي دارها ولكن عنده الزهر خارج على برا، ولكن منين غادي يرجع غير شهاد على روحه. قال لي عبد القادر اه الشاف ما يكون غير هو راه ما خلا حتى دليل من موراه، انا كنت غير حالف امي ويديا كيترعدوا ما فهمت حتى شي وزه. هو يشوف فيا الشاف وهو يقول لي مالك ولدي. يلا غنطق هو يدير لي عبد القادر بيديه زعما نسكت، وانا نقول ليه لا لا والو والو ما كاين والو. ويقول لي غير باقي ما ولفتيش الزنقه راه صعيبه راه حتى انا دزت منها. وراه عاود لي عليك عبد القادر لا حني الله رحيم فكرتيني غير فراسي. هو يقول لي عبد القادر اه الشاف راه كان مسكين كينعس غير في الزنقه، شاف فيا داك الشاف واحد ثلاثه ديال الثواني وقال لي اجي ولدي واش مبلي بشي بليه راه الزنقه صعيبه. قلت ليه لا ما مبليش. هو يقول لي شوف ولدي ديرني بحال باك ما تكذبش عليا راه البليه خايبه، الا كنتي كتكمي ولا كدير شي حاجه قولها ليا باش تعالج. شفت انا في عبد القادر هو يحرك راسو زعما ما تقول والو. قلت ليه لا لا ما كندير حتى شي حاجه من داك الشيء. هو يدوي عبد القادر وقال ليه شاف نمشيو نجيبو شي حوايج ديالو راه خليناهم في الدار ونجيو. قال ليه الشاف سير انت بوحدك جيبهم. هو يدوي عبد القادر وقال ليه راه خاصو يتقدى خصو يتقدى شي حاجه خاصه راه مسكين كي قلت لك لا حني الله رحيم. انا كنت غير كنشوف في خونا يحسب لهم بلي راني يتيم خفت نقول شي حاجه ونشري على راسي. ويدوي داك الشاف وقال ليه واخا شوف سيرو الدماء ولكن تهلا فيه رجعوا في الليل حتى عندي خدمه دابا صافي. خرجنا انا وعبد القادر وغير بعدنا على الاساسه اللي تما، ركبنا في الطوموبيل وانا نحيح عليه. قلت ليه اش هاد الزمر اش كتخور من قبيله كيفاش لحني الله رحيم راه عندي والديه. هو يحط ليا وحط صافيقه حتى دست الطوموبيل من القدام ونط. هو يقول لي عاود اش قلتي صباح 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 نخرجوا من هنايا. ديمار الطوموبيل وانا غير كنحك في حنكي ولكن غير بلاتي والله حتى نعضهم لي في ساعه الخير. بقينا غاديين وطالع ليا الدم واخا هكاك مخلوع من هاد بنادم ما ظريف ما قبيح قاتل مراتو
بين فيه ما يحنش فيا يقتلني وي يقول لهم راه هرب. وصلنا لدارو حتى هي فيها الحساسة. دخلنا للصالون وكانت الخدامة كتفسح في الغبرة. هو يقول لها عبد القادر سعيدة خرجي. خرجات وهو يدير جوج خطوات لعندي. هو يقول لي اسمع هاد الهضره اللي غادي نقول لك. دخلها مزيان لهاد الراس. هو يبارك لي على راسي بصبعه وقال لي احفظها كلها فهمتي. قلت لي اسمع راه انت اللي فاهم كل شيء غلط. انا راه هو يقاطعني وقال لي ما فاهمش وما باغيش نفهم. شفتي هذاك اللي مشينا عنده ويعرف باللي عندك والديك راه يغبرني انا وياك ها راه درس صحيحه في هاد البلاد. هو حط يده على كتفي وقال لي جلس نشرح لك. اول حاجه انت ما قتلتي ما درتي والو عايش غير في الزنقه من نهار ما تولك والديك و حتى ديك القتيله ما غنحسبوهاش عليك. قلت ليش كتخور راه مازال هو يعاود الخوت صرفقني حتى حسيت بالدوخه. هو يقول لي هادي باش دخل داك راس عندك بلي والديك ماتو. وسمع تاني الا بغيتي تلعب معايا راني اليد اليمنى ديال الشاف راه ما غاديش يتيقك انت ويكذبني انا هادي غير باش تعرف. سمع راه الشاف الكبير هو هذاك وراه كي شفتي كبير في العمر. قال لي نجيب ليه شي ولد وداك النهار بنتي ليا نتايا. المهم ما عليناش راه غادي تهلا فيكم يخصك معاه خير غير انت تبت وعارف اش كدير واش كتخرج من داك الفم. قلت ليه واخا سيدي ما يكون غير خاطرك. قال لي هكا نبغيك ضعفات وغزانة وكما قلت لك راك تعيش مخير. يلا دابا تقدى شي حوايج باش ما تحشمنيش قدام الشاف. خرجنا وانا داير بلان فراسي. دخلنا لواحد شوب كلوتينغ خديت واحد الشكارة ديال الصفار وحوايج على الجهد ما كاين غير 500 درهم والفوق. ما انا ما نعيشوش مع هادي المهم تقدينا داك الشيء. خدا حتى هو شي حاجة وحنا نرجعو لدارو. قال لي خذ راحتك في الدار انا عندي دابا الخدمة. خرج ولقيت بوحدي في الدار اللي كانت كبيرة وواسعة. بقيت غير كانت سيركل فيها ما خليت حتى شي بيت ما دخلتش ليه. حتى وصلت لواحد الباب ما بغاش يتحل. عرفت باللي فيه شي حاجة اللي تقدر تفرقني على هاد بنادم هذا. ومع انا الخوت كنعرف نحل القفولة. نزلت لعند الخدامات في الكوزينة لقيتهم كيوجدوا في الغدا وداك الشيء كتير. وانا نقول لهم لاش هاد الشيء كامل احنا قلال. وهي تقول لي وحده راه كاينين الضياف جايين لعند السي عبد القادر. قلت ليها السي واخا واش ما لقاش عندكم شي فيليل ديال الشعر ولا مقيبط. هي تقول لي الخدامه كاينين بلاتي نجيبهم لك. مشات وهي تقول لي وحده انت اش كتجي السي عبد القادر. قلت ليها غير معرفه. علاش؟ قالت لي والو غير ما موالفاش ليه حتى مقطوع من الشجره. ويدخل الخدامه الاخرى قالت لي هاكا ولدي ها هما اش بغيتيهم. قلت لها غير شي غراض. المهم شكرا وسمحي لي غنعذبك بغيت شي طورنوفيس. وهي تقول لي لا وليدي لا عذابك راحه راه موصيني عليك السي عبد القادر. قلت لها واخا انت شوفي غير قولي لي فين كاين الطورنوفيس وانا نمشي نجيبو. قالت لي غادي تهبط لاكاف راه فيه دوزان. مشيت الخوت جبتو طورنوفيس اولاد العبد وبديت كنخور في داك القفل حتى دورت القفل وتحل. دخلت لديك البيت ولقيتها بيرو. بانت ليا في واحد الصبورة معلقة وفيها شي تصاور كتار معلقين. هاو تما بديت كنشوف دوك التصاور. كانت واحد التصويرة ديال واحد السيد كبير مدور عليه بالاحمر. بقيت كنتمعن وهي تبان ليا تصويرة هشام الخوت. تصدمت اش كدير تصويرتو هنايا. يلا بغيت نحيدها كنسمع الباب تحل بالجهد حتى تزدح مع الحيط. كندور كيبان لي عبد القادر دخل وجاع. هو يقول لي كيفاش دخلتي لينا ويشدني من يديا وخرجني وسد الباب. ويقول لي هذا شكون حل لك الباب. قلت ليه راسي. ومن بعد هاد المره ما عطانيش مسمنه الخوش عطاني معقوده عطاني واحد الكروشي في الوجه حتى غيبت. كنفيق كنلقى راسي في ذاك البيت وعينيا كضرني. مشيت وقفت قدام المرايا كتب لي عينيا زرقاء ومنفوخه. وانا نقول مني داير لي هاد الحاله كامله بين شي حاجه في داك البيت مخبيها وخاصني نعرف كدير تصويرة هشام تما اش بينو بين هاد الويل كامل. دخل عبد القادر في هاد الوقيته وهو يقول لي فقتي هاك دير هاد الثلج على وجهك سناني راه عندي شي ناس سناني في البيت حتى نجي ما تخرجش من بيتك. شديت من عنده الثلج الخوت وخرج هو وسورت عليا الباب. بديت كندير داك الثلج على عينيا باش تفش
وبقيت غير كنفكر في تصويرة هشام اللي شفت مع داك الشارف. حتى جا عبد القادر الخوت، قلت ليه علاش درتي ليا هكا؟ شوف اش درتي ليا لعيني، زركتيها. قال لي اجي تبعني وبركه من الهضره ولا نزيد نخلي ضاربوك فيك الزياغه ديال بصح. نزلت انا وياه لواحد الكوزينه وقال لي جلس تغدى، من بعد ما تغدى جي لعندي للصالون ني تسالي صافي. جلست كناكل وهي تقول لي الخدامه مالك ولدي في عينيك؟ قلت لها غير الباب تضربت معاه. قالت لي واخا رد بالك مره اخرى. وانا ندير فيها واحد الشوفه وهي تسكت. كملت داك الغدا مشيت لعندك حال راس ديال عبد القادر للصالون، كنت خدام في داك البيسي بيسي اللي هزيت من الدار ديال مراتو. غير شافني وهو يسدو هو يقول لي جلس. جلست هو يقول لي اش دخلك لذاك البيت؟ اش درتي فيه؟ ياك ما قصتي شي حاجه؟ قلت لي لا راه يلاه دخلت وانت تجي. هو يقول لي الحمد لله منين جات فيك غير ديك الضربه وما قتلتكش. قلت لي اسمح لي. قال لي غير ما تعاودش، ما تقربش الحاجه ماشي ديالك. قلت لي واخا، وانا كنقول في دماغي غير صبر ها هما كيتجمعوا. قلت ليه بغيت نسولك عافاك. قال لي اه شنو خاصك؟ قلت لي راه ملي دخلت شفت جوج ديال التصاور فواحد الطابلو، وحده ديال واحد الشارف والاخرى ديال واحد الدري، ما بغيتش نقول ليه السميه. باينه من ديك الصبوره عنده شي حسابات معاهم حيت كيراقبهم. وانا نقول ليه وشكون هادوك عافاك؟ قال لي اه يا قلت لك داك الشيء اللي ما كيعنيكش بعد عليه. قلت لي اش فايل قلتي ليا؟ قال لي هادوك كتسناهم الموت. ديك العين عندك منفوخه، يلا مشيو للسبيطار. مشيت معاه الخوت وبديت كنجبد ليه في لسانه، ولكن والو ما بغاش يهضر. مع الدخله ديال السبيطار ما كاين غير السيسي، دخلت عند واحد الطبيب ما كاين غير الضرافات. دير ليا الخاطر شي باش مزيان تكون شي حاجه في هذا المغرب هذا. عطاني شي كينات واحد البوماده وقال لي غير دهن عينك بها دغيا غادي تبرى. خرجنا وهو يديني عبد القادر لعند واحد الطبيبه، داك الشيء نقي ماشي بحال ديال المخزن. بدات كدوز ليا وباينه كيعرفها حيت شاد مع السون ولد الكلبه. قال ليها بلي انا ولد اختو وفي هاد التصاره ودابزت مع شي واحد. ضربات ليا واحد البراح دا العين ودهنات ليا واحد البوماده ويديها رطبين فكرتني في مايا بلا ما نحس دمعات ليا العين. قالت ليا ديك الطبيبه ياك ما قصحتك. وانا نشوف عبد القادر قلت لي عبد القادر يلا بغيت نمشي في حالي. شافت فيا وتعجبات. وقفت باش نمشي ضربت في المرايه بانت ليا تفشات العين وتحيدات منها الزروقيه. بقي غير واحد شويه قلت لديك الطبيبه شكرا بزاف. ويقول لي عبد القادر هاك السوارت تسناني في الطوموبيل. شديتهم وغادي نازل في الدروج وتفكرت بلي نسيت التليفون فوق الباياس ديال الطبيبه. رجعت باش نجيبو قربت من حدا الباب وكنسمع واحد الضحيكه ديالهم بجوج. قربت بزاف حطيت ودني على الباب كنسمع شي الخيبة الخوت عادوا بالله من الشيطان الرجيم. كانوا عايشين الحياة وسط البيرو ديالها. خليت التليفون ورجعت للطوموبيل. جلست في القدامة سمع حنا الطوموبيل ديالي. ولد العبد عبد القادر ما فات دقيقة ما بدا الخدمة. بقيت كنتسنى شي نص ساعة. نزلوا السيد ناشط جاري حدايا وقال لي هاك غنسيتي التليفون ديالك. وهو يقول لي يلا ديماري وتحرك. قلت ليه لا راه ما كنعرفش نسوق. قال لي اه ولاش جالس تما؟ خرج ركب اللور. نزلت وركبت اللور وبغيت نشد فيه. قلت ليه اش تعطي له كلشي باش تخلص زعما؟ قال لي اه مالك ياك ما بغيتي حتى انت نخلصك. قلت ليه لا لا بلاش بلاش عبد القادر. ويقول لي هو سكتنا راه فيكش الله هضره ولكن غادي تحيد منك غير بلاتي. رجعنا لدار والخوت ومشيت ديريكت للبيت. بديت كنفكر في هذيك حال الراس واش من مصيبه دخل لها راسو زعما هشام ولا في القضايا ديال الموت. شديت داك التليفون يلا غنشعلو شعلتو. بديت كنفكر نصوني على الوالده كيفاش غنقول ليها راني في مصيبه ونقدر ندخل الحبس هو في اي لحظه يقتلوني هاد الناس ما بلانش. المهم دوزت نمره بريفي وبدا التليفون كيصوني حتى كنسمع الو شكون معايا الو. ما قديتش نهضر وانا نقطع. بداو الدموع كينزلو عاود تاني. بقيت على ديك الحال حتى داني الناس ايوا وانا ناعس حتى كيفيقني عبد القادر. قال لي هز حوايجك ويلا لعند الشاف. هزيت ديك الشكاره ونزلت بدا كيوصي عاود تاني. هو يقول لي الا قال لك على الضربه قول ليه غير نحيط. قلت ليه بحال غيتيقني غنقول ليه انت شاف في دوك الشوفات ديال واش من نيتك. ويقول لي جرب وشوف شكون غتجي فيه الدقه. قلت ليه غنقول ليه بلي مني كنا كنتقداو الحوايج دابزت مع واحد خونا.
قال لي اه هذه مزيانه. وصلنا الخوت لذاك القنت لقيناه كيتسنانا داك الشاف. دخلت انا وعبد القادر هو يشوف في داك الشاف وقال لي مالك في عينيك؟ قلت ليه البلان ديال المضاربه وكذا، هو يقول لي وعلى غلبك؟ قلت ليه راه غير ما بغيتش نجبد الصداع وصافي. الشاف قال لي واخا ديرني بحال الواليد ديالك صافي، قول لي يا اللي بغيتي انا غنعاونك. قلت لي واخا ان شاء الله. هو يشوف عبد القادر وقال لي تقدر تمشي نتايا. مشى وخلاني بوحدي. بدا كيعاود لي داك الشاف على حياته وقال لي بلي حتى هو نهار حل عيني ما لقاش شي واحد يوقف معاه، وحتى من عائلته زعما حتى شي واحد منهم ما قبل عليه. قال لي ما خليت فين خدمت وتكرفصت، واحد الحاجه اللي ما جبتش من الزنقه هي البليه. قال لي ها انت كتشوف اولدي كبرت في العمر وبغيت نعتق شي واحد من الزنقه ما يدوش داك الشيء اللي دوزت. انا رزقني الله بوليد واحد مات هو ومراتي وبقيت تاني بوحدي. بغيت ندير الخير في شي ولد ونربيه ويولي بحال ولدي. انا كنت غير مصدوم بغي يديرني ولده. والدي عايشين ولكن الا قلت شي حاجه باينه غادي نزبلها. بقيت غير كنقول ليه غير اه وانا نسولو. قلت ليه شكون هاد الحاج اللي قتل مرات عبد القادر؟ قال لي هذاك هو العدو ديالي. سمع بغيتك تعرف من دابا وما نخبي عليك والو. قلت ليه اه داك الشيء اللي بغيت. قال لي احنا راه خدامين في مافيا كنبيعوا الحشيش وش لا حوايج. داك السيد داير لينا العصافه رويضه وراه معاه واحد الولد سميتو هشام هو اللي زاد كحاله من اخدم معاه. من بعد ما قال لي الشاف الخوت على كل شيء فهمت باللي هشام خدام مع ديك المافيا الثانيه. ولا ما عاود لي الشاف قال لي باللي مشاو لاسبانيا وباقي لهم شهرين ويرجعوا. والشاف عنده حساب قديم مع الحاج ومني غادي يجي غيقتلو. بدا كيعاود لي على المغامره ديالو شحال دوز وقال لي مني غادي يتهنى من الحاج غيبعد على هاد الشيء ويديها في خدمته حيت عنده بزاف ديال الشركات اللي على براه اللي في المغرب. السيد عايش رفاهيه وكل شيء واقف معاه لا من بوليس وحتى سياسيين حيت هو اللي كيعاونهم حتى كيوصلوا. صراحه السيد واخا هكاك الخوت دخل لي الخاطر دارني بصح بحال ولده. غير هو خاصه في واحد الحاجه غادي يقتل داك الحاج وحتى هشام حيت هشام قتل شي سياسي كان محتاج ليه الشاف فشي غلط. وداك السياسي الخوت هو اللي كان في الجورنال اللي عقلتو عليه ديجا كان قتلو فاش شفت هشام خرج من البارطمان. وهشام من قتلو خربق ليهم كلشي. والصدمه كانت هنا مني جبد لي التصاور وقال لي انت غادي تقتل هذا. عرفتو شكون الخوت وغاني؟ وغاني هشام. قلت ليه لا انا ما نقدش. ويقول لي الشاف لا غادي تقدر انا غنعلمك فهاد شهرين حتى تولي واحد اخر. وغاني بيتي هاتي الخوت بيت واعر اللي بغيتها كاينه فيه حوايج على قدي كلشي على قدي. وقال لي بلي جاب القياس من عند عبد القادر وكاين اكس بوكس وبي سي والواي فاي والدوش كلشي في داك البيت وكبير البيت بزاف. الخوت جبت فوق ديك الناموسيه وبديت كنفكر الا قلت ليهم كنعرفو زعما على هشام غنجبد ليه الصداع قدروا يوصلوا لموختو ويهددوه بيهم وانا ما نقدرش نقتلو راه بحال خويا. نفكر وقلت مع راسي خصني نشفر داك البي سي والفير عند عبد القادر ونشوف كي ندير نوصل لهشام ونهربو. هذه هي الخطه اللي درت في راسي خصني نشوف كي ندير ننفذها. نهزت الخوت حتى للصباح كنسمعت الدقان في الباب جمعت الوقفه حليت الباب لقيت الشاف قال لي يا ولدي نوض على العشره هادي الناس راه قضاو الغرض وانت باقي ناعس. قلت لي غير اسمح لي راه كنت عيان. قال لي غير ضحك معاك. نزلت فطر باش تمشي تشوف فين غتريني. قلت لي واخا نبدل وهاني جاي. نزلت الخوت بعد ما بدلت ولقيتو كيفطر طبله عامره تقول غتفطر شي عائله كبيره وكون كانوا دوك الوحوش ديال ولاد عمي كون شبعوا توحشهم والله. المهم فطرنا وقال لي جيب كاع حوايجك وداك الشيء اللي غتحتاج حيت غادي تعطل شويه تما. مشيت جبتهم ونزلنا الخوت للكراج. ما كاين غير الجيب جوج ديال الجيبات وحده بيضاء والاخرى في الزرق واحد المرسيدس في الاحمر. لاح ليا السوارت وقال لي كتعرف تسوق؟ قلت ليه لا عمرني ما سقت والله. قال لي دغيا غادي تتعلم راك محتاج تسوق. هي هذيك الخوت رديت لي السوارت وركبنا بديك الجيب الزرقاء. غير خرجنا من الدار وتبعونا جوج ديال الطوموبيلات في الكحل. قلت ليه راه شي حد تابعنا؟ قال لي هادوك غير لي كارد كور دياولي. مشينا حتى قربنا نخرجوا من كازا وبان ليا واحد القصر والصور ديالو كبير ومشبك من الفوق تقول بحال داخل الحبس. حلوا لنا الباب تبارك الله واحد الساحه كبيره
هبطنا من الطوموبيل وكنشوف في العساسة ما كاين غير العمالقة ولابسين كوستيمات في الكحل. دخلنا مع داك الباب الكبير الخوت وطلعنا مع واحد الدروج وكنشوف دوك الوحوش واقفين تما عاسين تما الخوت قصار ديال بصح وكبير بزاف. بقيت انا غير تابع الشافة الخوت تمينا هابطين في واحد الدروج وما يبانوا ليا بزاف ديال الدراري والبنات اللي كيلعب في البلاي اللي شادين السون اللي كيتمزك غير شافونا كلشي وقف. جاو كيجريو لعند الشاف كيبوسوا ليه يديه وكيقولوا ليه مرحبا بك الوالد. قال لك بغيت نربي شي ولد هو مربي قشله خيريه. جاو حتى انا كيسلموا عليا كيقولوا ليا مرحبا بك مرحبا بك. حتى وصلت عندي واحد البنت زوينه ديال بصح وعينها زاقين وقالت لي مرحبا بك. قلت لها ترحب بك الجنه. هي تقول لي شنو سميتك؟ قلت لها عزيز. وانتي؟ قالت لي مشرفين السي عزيز انا بوشرى الا احتجت شي حاجه مرحبا بك. قلت لها شكرا. جاو الاخرين كيسلموا وتعرفوا على سميتي. انا نسيت سمياتهم كلشي نسيت لي سميتو الا ديك بوشرى. كيبانوا لي الدراري مفورمين عليا كنبان وسطهم بحال شي مش. واحد شويه هو يخرج واحد خونا لابس واحد الكوستيم فيه شي مربعات داير واحد النظاظر ديال شوف مفورمي وصحيح. هو يقول ليهم يلا كل واحد لبيتو خليو الشاف يرتاح. كاع ما زادوا الهضره كلشي طلع في حاله. جا سلم على الشاف وسلم عليا وهو يقول للشاف ها شي وليد جديد. قال لي الشاف لا هذا بحال ولدي بغيتك تهلا فيه وما تعاملوش بحال الاخرين بغيتك تعاملو مزيان واي حاجه بغاها عطيها لي وتعلمو شحال من حاجه. هو يقول لي خونا واخا الشاف نمشيو للبيرو باش تاخذ راحتك ما نبقاوش واقفين. طلعنا تاني الخوط الفوق دخل الشاف وهو يجلس في البيرو وانا وداك خونا جلسنا قدام الشاف. هو يقول لي الشاف سمع بغيتك تعلمو يسوق هذه اول حاجه بغيتك تهلا فيه راه عصبه ولكن ضعيف عطيه لونطريما ما ترحموش. انا غير كنسمع فيه كيوصي عليا ولكن عرفت تما راه كتسنى. المهم بقاو كيهضروا كيسولوا على الجو ديال هنا ولا ما فهمت. اغلبيه ديال هاد الدراري والبنات بواتهم كانوا خدامين مع الشاف وماتوا هو تكلف بهم. بقاو كيهضروا هو يقول لي الشاف شوف انا غادي نبقى نجي السبت والحد ناخذ الدري وبغيتك ترجعو عامر راه شهرين اللي عندك فقط ما غنزيدكش عليها. خرجنا انا وداك خونا مع الشاف حتى لحدا الباب. هو يقول ليه يلا نخليكم وشاف فيا وقال لي سمع الهضره ديال الكوتش ديالك ويمشي في حاله. دخلت هو راني داك الكوتش بيتي وقال لي اليوم راه الحد راحه وجد راسك غدا مع 4 ديال الصباح يلا غنطق. هو يقول لي شت شت ما بغيتش الهضره ويسد الباب عليا. هو يقول لي من مورا الباب غدا مع 4. تكيت وبقيت غير كنفكر في بوشرة هذيك ختنا. لقيت 4 الخوت كملت 4 وي خصني غير نشوف الدخله ليها. بقيت كنفكر في هادشي وفي كل شيء اللي داز عليا وهاد المره خصني نخدم عقلي ونشوف كي ندير نهرب وبلا مشاكل. حتى كنسمع واحد الصوت بحال الصونيط ديال المدرسه. خرجت نشوف بان لي الدراري والبنات كيهبطوا وهو يقول لي واحد يلا هبط تغدى. تبعتو الخوت ونزلت لواحد البلاصه فيها البيبان كبار كل شيء كبير هنايا. لقينا الخدامات كيحطوا في الماكله وكل واحد كيشد بلاصته وهي تجي لعندي ديك بوشره. قالت لي اجي انت باقي مصدوم اجي جلس حدايا وهي تجرني من يدي. جلس حداها هو يجي داك خونا اللي كان قال لي هبط تغدى. جلس حتى هو قدامنا وبدينا كناكلو حتى واحد ما كيهضر مع الاخر كلشي كيخشي في وجهه ساكت. كليت الخوت حتى انايا وشبعت وهما مازال كياكلو سطاج الاخر في الوحوشيه هادو. حتى سالاو هو يقول لهم داك خونا مول الكوستيم منضاضر جا وقف وقال لهم بغيت نقول لكم بلي عزيز غير بقى معانا وغيكون عضو في الفريق. بغيت شي واحد يتكلف باش يقول لي القوانين ديال القاعده ويوري البلايص ديال القصر حتى فين كندربوا. كلشي كان كيخنزر فيا وهي تقول لي بوشرى انا نتكلف وينقز واحد خونا ويقول لا انا اللي غنتكلف به. هي تقول لي بوشرى لا امين سبقتك ويقول داك الكوتش الخوت سكتو بوشرى انت اللي غتكلفي وقولي ليه باش يوجد راسو الغدا راه غنبداو. وهي دير لي واحد الضحيكه شفت داك امين ما عجبوش الحال ويدوي الكوتش وقال لهم يلا سيروا للقاعه عزيز وبوشرى نتوما تسناو. خرج كلشي وبدا داك امين كيخنزر فيا هو ينوض ويقول للكوتش لبوشرى بوشرى بداي بالقصه هادو غير القاعات والتحقوا بالاخرين صافي التحقوا بالاخرين الا بغيتو تنشطوا وتضحكوا. قالت ليه بوشرى وي مسيو. قال ليها يلا سيري. خرجنا وهي تقول لي باد ان ترينر. قلت لها شنو؟ قالت لي هاد الزمر حاس براسو. المهم
و سويتيفو بور كومونسي الفوق ولا لتحت؟ اخوت خوكم زراك في الفرنسي قلت ليها كيفاش؟ قالت ليا نبداو من الفوق ولا لتحت؟ قلت ليها وما كيلا حالتك درجي معانا. قالت ليا دابا تعلم راه كنقراو حتى هنايا، يلا نوريك واحد البلاصه عزيزه عليا. قلت لها واخا يلا. طلعنا للسطح وكان كبير الخوت، كاين واحد القبه الفوق. قالت لي اجي تشوف. طلعنا في داك السلوم وهي تقول لي شفتي هنايا مع الغروب كيجي واعر، ملي توصل السبعه نرجعوا ليه وتشوف. وقالت لي مع الصباح غنضربوا خمسه ديال الدورات على القصر ونكملوا الجره في الغابه، ولكن انت غيديروا لك تدريب خاص حيت تعطلتي، غير وجد راسك. قلت لها واخا. كيفاش التدريب الخاص؟ واش في العصا؟ بدات كتضحك وقالت لي حتى الغدا وتشوف بعينيك. نزلنا وبدات كتوريني في البيوتا، دخلنا للكوزينه لقينا خدامات عرفتني عليهم، ما فيهمش الاسئله ولا الهضره. بدينا كندورو لتحت على القاعات اللي كاينين تما، ها ديال الجيمباز، ها ديال السباحه، ها ديال رفع الاثقال، وحده ديال التيكواندو. قلت ليها راه عندي الصمطه الكحله في التيكواندو. قالت لي ومن بعد؟ قلت لها منيتك راه هي الواعره، قايله بغيتي نعلمك ما كاينش مشكل. قالت لي بصح يلا علمني. بديت كنوريها في الحركات وهي تقول لي لا بغيتك دابز معايا. قلت لها لا راه غنغلبك. قالت لي باركا من الهضره وبدا. قلت لها واخا ديرو غير اللي طيح لاخو يحبس. وهي تبدا بدات كضربني وانا غير كنطاكي، دفعتها وبغيت نضرب واحد الدوره باش نضربها، مازال حتى ما كملت الدوره وهي تركني بحال ضربتني شي طوموبيل. تلاحيت وجيت في الارض كاو وهي تجي لعندي. قالت لي قلت لك راه سانتور نوار كيف والو. نوض نوض راه مازال ما بدينا. قلت لها لا لا بركة عليا. طيش على البركة. قالت لي واخا واخا. انا مرة كنشد في جنبي الخوت وتقصحت، هاد الزين كله ما بيناش عليه يخلي عشتي. وراتني كاع القاعات حتى من ديال السلاح. قلت لها واش كتعرفي تيري؟ قالت لي اه انا الاولى في هاد الشي ديال السلاح، حتى الحصه وتشوف دابا ممنوع ندخلوا للداخل كاع. وانا نقول لها اه واش اش من قوانين كيهضر عليهم الكوتش؟ قالت لي اه ما جبت الصداع، احترم التوقيت، هادشي مهم بزاف ما يرحموكش فيه. بقينا كنهضروا وهي تقول لي يلا لعند الدراري راه كيلعبوا الكره في القاعه، قاعه 18. عرفتوا شحال من قاعه كاينه؟ 95 الخوت. وما شفتش كلشي، كلهم ديال التدريب كاينين تحت القصر، شادين في القصر بزاف لتحت. المهم وصلنا لعند الدراري غير دخلنا وهما يوقفوا. قالت لهم بشرى ديروا بلاصه. قال لها امين جيتو، واخا اجي بشرى معنا وانت سير معاهم. بدينا كنلعبوا مع اخوكم كوايري، غير شديت الكره الخوت رونتهم غادي بغيت نشوت على الكون ويوقف لي امين يلا غير حيد لي الكره وانا نبيضو. ما تصاطاتش لي، جا قدامي تاني وعاودت لي وحده بالخف، وبداو الدراري والبنات كيقولوا اوو اوو. انا عجبني الحال وبغيت نشد فيه، بان لي كلشي رجع اللور وبقيت غير انا وياه. يلا غنعاود لي وحده اخرى ويحيد لي الكره، بغى يبيضني هو يلا غيديرها وانا نحيدها لي. ودرت لي عاود ثاني بيضه اخرى نرجعر ديال بصح، وعاود بغى يحيد لي الكره يلا غنزيد وحده هو يدفعني. قلت لي مالك مالك لاعب اللعب ديال الصحه لعب بالخاطر. قال لي علاش كتقلب انت؟ واش نق عليا؟ ويا تجي بوشرى شداته من يدي. قالت لي بوشرى خلي الدري امين اخي لاعبين هو يدفعها، ويقولها ماشي شغلك خلي نشوف شنو بغى بيبين صحته. انا غير شفته دفعها بالجهد، ضربت ليه يديه وعطيته واحد الضربه للصدر حتى رجع الله ويدير واحد الضحيكه زعما راك ما درتي والو ويتم جاي يلاه غنخلعو زعما نضربو باليمن ونرجعو تاني باليسر. داكشي اللي درت هو يشد ليا يدي زير عليا، صدمت يلا غنعطيه باليمنيه شده حتى هي، هو جبدني مزيان وعطاني واحد القنق زعما دماغ لوجهي حتى ضخت وهز رجليه وضربني السدر حتى تهزيت في السما وجيت في الارض كاو الخوت زعزعني المسخوط ما بيناش عليه هادشي كامل. نطت وشديت في صدري وشفتو جاي لعندي كيجري ويا ضربو بوشرة من اللوغ في رجلي حتى تهز وطاح. يلا غينوض ليها وانا نسمع شي واحد كيصفق، ضغط لقيتو الكوتش قال لينا هو كيصفق برافو برافو كلشي يخرج بوشرة امين عزيز تبعوني. وانا الخوت غادي نحبس الجزء هذا، ما تنساوش عيد مبارك سعيد الله يدخلوا لكم بالصحه والسلامه باش ما تمنيتو.
أصدقائي أحبكم في الله.